مرحبا بكم من جديد. جينا لسوسة اليوم، قفتنا اليوم من سوسة، قفتنا اليوم من سوسة، والعيد قرب ويا ربي الناس كلها تعيد لباس والناس كلها في صحة وخير. تعرضني ببليكاسيون على الفيسبوك، شفت وضعية، شفت حالة على الفيسبوك، بنية صغيرة مريضة عمرها عامين، اتصلت بأمها موجودة في فرحة حشيد ونشوفه. عسلامة مدام. عسلامة مدام خولة، مرحبا. عايشك مدام خولة، شفتك عندك 4 أيام تو مهبطة ببليكاسيون على بنتك ياسمين، ربي يشفيها إن شاء الله. كونسير عمرها عامين، المشكل اللي يلزم تخرج لبرا، تفاصيل شنو هي مدام خولة؟ هي المرض نتاعها معناتها هي تعبة شوية تو، معناتها استاد متأخر شوية، فهمتني؟ كيفاش عرفت؟ كيفاش فقتوا بالمرض؟ كيفاش كانت لاباس عليها؟ معناتها شفت كي تشوفها متشلقش بها أصلا. عملت لها الفاكسان تاع العام ونص، السخانة ما حبتش تطيح، هزيتها بيست بها يلوجوا، عملوا لها سكانير، اكتشفوا المرض هذايا اللي هو نيروبلاستوم، لحمة فوق الغدة متاع الكلوة. أي اللحمة هذية معناتها عملت ميتاستاز في راسها. هي كتعكرت حالتها، ولات ما عادتش تشوف، ما عادتش تمشي، ما تكيك، ما تدي مريك دوك هاو. شو تا ما تشوفش هي؟ ما تشوفش، ما تمشيش، ما عشتلش. أنا كي قريت يا خولة، قريتك اللي أنت مهبطة، اللي هي تنجم يعني فما أمل أنها تخرج من الوضعية هذه. أمل برا من تونس. ما نقطعش الأمل على خاطر بنتي معناها، ونصحوني ما تفهم، نصحوني إنها تنجم تتعالج في، فما أمل تتعالج في سويسرا، فهمت؟ أذاك علاش ما تحاولت نتصل بكم، ولا ما معناتها أي حاجة تنجم تعاوني إني نخرج بنتي تعالج البرة. شفت كم باش نخرجها معناها على جيبي فوق 100 مليون الحكاية، معناتها تتكلف. به فما أمل أنا كان نخرجوا لسويسرا؟ إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ما نقطعش الأمل، سبحان الله. ما بنتي تتعب كل يوم، تتعب كل يوم. معناتها شفت من الأول عملوا لها لنا الشيميو، فهمت؟ مشي معاها راهو الشيميو من الأول، ومن بعد عمل زيد ميتاستاز أخرى. إن شاء الله ربي يشفيها. الأمل أنه نتعالجوا لبرا، الأمل أنه نمشيوا لسويسرا هكا مدام، الأمل أنه التوينسة كلها تتكتل، وتوينسة كلها تتوحد، التوينسة كلها لازمها تتحط اليد في اليد. اليوم باش نمنعوا ياسمين اللوم، قتلك فما أمل، فما أمل. العملية قلت لها قداش؟ قتلك 100 مليون. 100 مليون ظاهلي ماهيش صعيبة على التوينسة. التوينسة الكل مع بعضنا، وزارة الصحة مع بعضنا، نحركوا خيوطنا في سويسرا، التوينسة اللي في سويسرا، الطب اللي في سويسرا، الكلنا نتحركوا. خلينا نمنعوا ياسمين، خليها تقوم لباس ياسمين، خلينا نمنعوا هالملايكة. إن شاء الله ربي يشفيها. إن شاء الله يا خولة، حلي يديك لباس، ادعي لربي، ادعي لربي. ليل 27 أيام تفضيلة ما تعرش عليها، هي قالت كلمة كبيرة ياسر، قالت أنا أم، والأمل في كل دقيقة مراني مكبشة فيه. الآخر لحظة ما نسلمش في بنتي، الآخر لحظة مزروبين على الآخر، على الآخر، على الآخر، ساعة بحسابها، دقيقة بحسابها. النمر التليفون نتاعك خولة، عطي النمر 58 961 026. خولة ربي معاك، قفتنا جات مليانة، قفتنا بالخير نتاعكم. تقبل من عندي خولة، نعاونوا احنا شوية، نبداو احنا على الأقل في خيمة تاع الفيزا، على الأقل باش تتحرك شوية، على الأقل. خولة عندنا 3 جوابات فيهم 100 100 100، على رحمة بابا الغالي الحاج الهادي الورتاني من عند بنته الصغرونة، الله يرحمه وينعمه، توفى جديد. بالك تمشي الملايكة، بالك رحمة من الملايكة. عم 300 دينار، تفضل خولة. 100 الثانية، تفضل ملايكة، يا ربي يشفيها. إن شاء الله ربي يشفيها ياسمين وتقوم لاباس. 103، ربي يشفيها يا أختي. زكيت هش رادس 500 دينار يبارك لك يا هشام، هش يبارك لك يا هش. فضل يا مدام، هذوما 500. مازال عنا الخير، مازال عنا الخير من عند ناس طيبة محلين، حبوا على الاخر. عم صالح من فرنسا، يبارك لك يا عم صالح، يبارك لك، يبارك لك في هالليلة هذية، يبارك لك لهالملايكة. هذوما 500 دينار، هذوما 500 خولة أخرين. كيف عم صالح عطاها 500 و500، راهو مليون. باهي تفضل عم صالح، يبارك لك، او كم مليون اخر. ونكملوا جاني خصيصا القناة حنبال، ما نعرفوش، من ليبيا ياخو طيارة يهبط في صفاقس، في صفاقس ياخو الواج ويجينا القناة حنبال. من جميلة فرفرة تترحم على زوجها الحاج محمد رحيبي وبوها حمادي فرفرة ورفاقه، على أخوتها حبيبة وشادلي والطاهر وحليمة فاطمة فرفرة وجميع موتى المسلمين. وتحية القناة حنبال، وفي ميزان حسناتكم من
من ليبيا برنامج القفة 210 دينار. يبارك لكم يبارك لكم يبارك لكم، الله يرحم والديكم من ليبيا، عنا أوفية تبع فينا 210 يا خولة. أخوكم باهيين هذوما، يعاونوا شوية، ابدا تحرك تحرك، وزارة الصحة بربي نعاونوا خولة، خلينا نربحوا الوقت في الفيزا لو طون اللي توانسة تو هما يتفرجوا أكيد باش يتفاعلوا ويكلموها، إن شاء الله ربي يشفيها. إن شاء الله بنتي تتطهر هكا، إن شاء الله صوتي يوصل، وإن شاء الله قسما بالله. عندك بنية بركة؟ عندي ولدي، أنا بلست حد ما يخبر بطبيعة، هي تتعب كل يوم تتعب، سيرتو معناها كانت تلعب وتشوف وكل، ولات ما تعكرت حالتها تعكرت، ما تميتها استاس في راسها، هو اللي خلاها ما عادش تشوف وما عادش تمشي. الطب صحيح عاملين مجهودهم وأكثر وعاملين اللازم معها، أما الله غالب، معناتها المرض يغلب في الدواء، المرض يغلب، المرض يغلب، قدرة ربي عظيمة، قدرة ربي عظيمة وما تعرفش عليها، يبيتها في شان يصبحها في شان، وهو عظيم الشان. ربي معك يا خولة، فما أي حاجة تكلمنا يا خولة.